أهلا وسهلا بك يا سارة وكل متابعين وكل جماهير النادي الأهلي، وبالتوفيق إن شاء الله. اهلا بيك، منورنا طبعا. وخليني في البدايه حابه اعرف منك كده راي حضرتك كمحلل كروي في مباراه، طبعا وفني كبير، طبعا محلل كروي فني كبير، في المواجهه المرتقبه بين النادي الاهلي وتحيل في ربع نهائي كاس العالم للانديه. أول شيء يا سارة خليني نترحم على شهداء الأهلي، شهداء مصر، شهداء بورسعيد في ذكرى وفاتهم، ونترحم عليهم كل جميعا. طبعا فنيا مباراة ما هي سهلة، توقيتها مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، اللي المفروض المفتاح متاع المباراة عند موسيماني. الفترة الأخيرة شفنا النادي الأهلي يعرف تغييرات كثيرة، عدم استقرار كبير على مستوى التشكيل، في الاختيارات، في نص الملعب، في تحت المهاجم، في الموضوع المهاجم أصلاً مازال ماهوش واضح بالنسبة لموسيماني، ولذا شفنا جرب كثير لاعبين في المباريات الأخيرة، في الفترة الأخيرة. أنا أعتقد جاء الوقت باش يثبت على اختيارات، واختيارات لازم تكون يعني ثقة كبيرة في موسيماني. أنا شخصياً أعجبت به خاصة في المباريات الأولى، يعني وين شفنا لمسة مدرب واضحة جداً أول ما وصل للنادي الأهلي. الفترة الأخيرة صراحة عند اللي يعرف الكورة بيفهم الكورة، النادي الأهلي دخلوا عليه عناصر جديدة كثير، أو بدأ في استراتيجية إعداد يعني تجديد وإحلال، ولكن كلنا نعرف أن النادي الأهلي ما فيش مجال أنك تاخذ وقت للإعداد، لا، فريق نتائج، فريق تنافسي، فريق يعيش إلا بالبطولات، ولذا الجودة دائما موجودة. إذاك علاش توقيت المباراة نعتبره أول نقطة مهمة جدا، أنه موسيماني على الأقل الرؤية واضحة بالنسبة لي في الفترة الأخيرة، أو في الأشهر الشهرين الأخيرين، ممكن نقوله باستثناء الشناوي، بدر بانون منذ قدومه، أيمن أشرف وعلي معلول، شفنا تغييرات كثيرة، وأفشة يمكن زاد نعتبره ثابت، الباقي كله عرف تغييرات كثيرة، حتى بحسين الشحات، كهربا ما كانوش دائما أساسيين، موضوع رأس الحربة بين محمد شريف، بين بواليا، بين مروان محسن، على اليمين محمد هاني، احمد بيكا، تغييرات في الارتكاز كذلك، شفنا في الارتكاز الوديان في مباراة بيراميدز على الدكة. طيب بمناسبة الكلام يعني على هذا التشكيل، النقطة المفصلية الأولى حسب رأيي. طب هنتكلم اكتر، بس برضو بمناسبة ان حضرتك ذكرت التشكيل، خليني برضو اسألك انه ممكن تكون شايف ازاي، احنا سألنا الجمهور سؤال الحلقة النهاردة انه ايه التشكيل الافضل من وجهة نظر حضراتكم لمباراة التحية، خليني انا اسألك التشكيل الافضل من وجهة نظرك كمحلل فني يعني وكروي. أنا بالنسبة لي الشناوي ما فيش نقاش، محمد هاني على اليمين، علي معلول على اليسار، أيمن أشرف، بدر بانون، إلى حد الآن الأمور يعني طيبة، وهذا هو اللي يعمله موسيماني. في الارتكاز أنا مع أليو ديانج وعمرو السولية، أنا نشوف الاثنين مع بعضهم يعطيوا، إذا حب يلعب بثلاثة ارتكاز في هذه المباراة بيكون أفشة على طرف، حسين الشحات على طرف، وأعتقد إنه والتر بولايا يستحق الفرصة الكاملة، الفرصة الكاملة انه يبدأ المباريات ويقاتل، لانه تعيش في النادي الاهلي مهما كان لازم تقاتل. انا اعتقد وهذا لازم، يعني طبعا المدرب هو الاقرب للفريق، هو الاقرب للاعبين، هذا هو الاقرب لفكرته لهذه المباراة، ولكن الجزء الثاني بتاع نظرتنا للمباراة اختصارا هي الدحيل. اتفضل. يعني إذا احترمت الفريق وإذا حضرت له وإذا درسته بالشكل المطلوب، فإنه فريق يمكن يلعب معاه النادي الأهلي ويفوز عليه النادي الأهلي، بخبرة النادي الأهلي، بثقة وثقافة المنافسات والمباريات الكبيرة، ولكن في جودة، في نوعية من اللاعبين محترمة جدا، ولكن الفريق عليه شوية شغل، يعني في شويه مشاكل على مستوى حراسه المرمى، على مستوى الدفاع، رغم وجود بن عطيه، رغم وجود بعض الاسماء، ولكن دائما في مجال. هجوميا فريق خطير، يعني يعني امكانياته ثغرات فريق الدحيل في الدفاع وحراسة المرمى. اعتقد هذا، ولكن في نص الميدان وفي الهجوم الجوده البرازيليه، معز علي، ادميلسون، اولونجا المهاجم، دودو البرازيلي، عندهم جوده، عندهم لاعبين هجوميا يمكن يسببوا مشاكل للنادي الاهلي، ولكن دفاعيا هي فرصه للنادي الاهلي. وهنا ما تعرف
الأكثر توازناً، الأكثر ثقلاً كفريق، مش كدفاع وحده كهجوم وحده. لازم اللي يتعامل مع المباريات هذه مباريات أبطال، ما فيش فوارق كبيرة، مش بتكون أنت فارق بين وبين التحيل، يعني المشوار الطويل. اللي يفرق هو التحضير، هو التعامل مع معطيات المباراة، هو خبرة اللاعبين. من وجهة نظرك يكون قد عندك ايه فريق فرص النادي الاهلي ان هم نفوز بالمباراة دي ونتأهل للنص نهائي لمواجهة بايرن ميونخ؟ طبعا نقول 60 40 انا بكل بساطة، يعني احتراما للدحيل اللي فيه جودة كما قلنا هجوميا، ولكن يعني اذا حبينا نكون صادقين مع انفسنا في بعض الجودة الناقصة في الهجوم في الأهلي، أنا حسب رأيي مقارنة بالأيام الكبيرة أو بالمستوى بتاع الأهلي الكبير. طب شايف ان يعني اليوم موسيماني ما قادر زلنا ما ان هو عندناش، اتفضل. ما زلنا ما عندناش في الأهلي اليوم في واضح المهاجم اللي كونفيرمد، يعني خلينا نقول بتاع الأهداف، بتاع الفرصتين يسجل فرصة في الوقت الحاضر. الشق الهجومي انا يعني معلش نفتح قوس صغير، نستغرب انه وليد سليمان ما يكونش في قائمة النادي الاهلي للاسف، وليد لانه سليمان مصاب، كاضافة وليد سليمان مصاب يعني مش موجود عشان الإصابة. اوكي بس انه ما يجهز ولا مباراة. انا نشوف ما طبيا ما يلحقش شفناه في خالص. الفترات الاخيرة، كل ما شارك كل ما كان مؤثر. وليد سليمان من الطينة القديمة، من الطينة المطلوبة، من النوعية المطلوبة متاع اللاعبين، بالكاركتر بالمهارة بالحس التهديفي خاصة. إن شاء الله أفشى في الطريق الصحيح إنه يصير لاعب مؤثر. أفشى عنده شوية من بوتريكا اللي سجل لك الأهداف الحاسمة في التوقيت الحاسم، آخرها هدف أفريقيا دوري أبطال إفريقيا الأخير، ذكرني مباشرة على طول بجون أبو بمحمد تريكة. بحمد ابو تريكه، اللي عنده سبحان الله في لعيبه عندهم هذه الخاصيه، انه في أكيد. المواعيد الكبرى يسجل او طيب يحط بصمته او يكون مؤثر جدا. من اللعيبه اللي برضو حاسمه في المباريات الكبيره طبعا كابتن علي معلول، يعني ده وجهه نظرنا طبعا طبعا كجماهير النادي الاهلي، وفي ثبات في المستوى كبير بالنسبه لكابتن علي معلول. عايزه اعرف رايك، وعايزه اعرف اذا كنت شايف انه هو قادر ان هو يواصل المستويات او تقديم المستويات الرائعه دي اللي بيقدمها مع فريق النادي الاهلي، وهل هو فعلا هيكون برضو سر تفوق الفريق في المونديال؟ توقعاتك؟ طبعا انا كتونسي فخور جدا يعني بالشيء اللي يعمل فيه علي معلول مع النادي الاهلي، خاصه البطولات والنتائج اللي حقق فيها. نفس الشيء نفس فرجاني ساسي اللي كذلك اداؤه جيد ويظهر بشكل طيب كلاعب كره قدم محترف يشرف بلاده. علي معلول من سنه لسنه تطور رهيب جدا. اللي يلعب ضد الاهلي الكل يعرف انه في جهه يسار فيها علي معلول. التطور اللي عرفه علي معلول في الفترة الأخيرة، التايمينج بتاع مساندته للهجوم، صناعته للأهداف، يعني آخر مباراة كانت بيراميدز تقريبا العشر دقائق الأخيرة شفنا فيها علي معلول في خبرة كبيرة، في ذكاء كبير. وقت اللي ينساه المنافس يكون هو اوريدي خلاص يطلع، يعني عرف ينسي روحه، عرف انه المنافس منتظره، خلاه للنوم ونومه وبعدين ساهم في الهجوم بشكل كبير. يعني سعيد جدا بالشيء اللي يعمل فيه وبالجوده اللي قدمها، خاصه في الثلث الهجومي. وحتى في الشق الدفاعي علي ما عادش عنده ذيك المشاكل. المباراه هذه عنده طرف خطير جدا، كان ادميلسون او المعز علي او جونيور، هذوما الثلاثه اللي يلعبوا في الشق الهجومي باش يكونوا مشكل بالنسبه لعلي معلول. لكن علي معلول من اللاعبين اللي نعتز فيهم ونفتخر فيهم، واللي خدم اللاعب التونسي في مصر بشكل كبير. واليوم اللاعب التونسي في 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 مصر تواجد في الاهلي وفي الزمالك بدرجه عاليه بسبب علي معلول. طيب عايزه اسالك، شايف موسيماني قادر على تحقيق انجاز جديد مع فريق النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بعد تحقيق مستر مانويل جوزيه طبعا المركز الثالث او البرونزيه في مونديال الانديه باليابان؟ طبعا الموضوع لازم الواحد يكون فيه صادق، صعب شويه، ولكن نتمنى بالنسبه لموسيماني انه يحط افكاره. لان انا لا يعني كمتابع كعاشق لكره القدم،
حسيت انه مش افكار موسيماني اللي جابها من الاول، حسيت انه قصدك على الفترة الأخيرة؟ الفترة الأخيرة ما ضاع شوية موسيماني حسب رأيي في ترتيب البيت وفي ترتيب الأمور، يعني في التشكيلة خاصة اللي هي الأهم شيء بالنسبة للمدرب، وفي فكرته، فكره والسرعة في الهجوم اللي شفناها في بداية قدوم موسيماني عجبتني على الآخر، قلت هذه بصمة مدرب، إنه الفريق صار يسرع في نهاية الهجمة ما يطولش في الهجمة، وهذا أعطاه عامل مفاجأة للمنافسين وفرق مع النادي الأهلي بشكل كبير في نهاية الموسم اللي فات في الدوري. هل شايف ان وجود اكتر من لاعب في مركز، يعني ان احنا دلوقتي عندنا عناصر كتير وعنده كذا لاعب في الهجوم، كذا لاعب ممكن يستخدمه في الدفاع، في اليمين، يعني شايف ان ده ممكن يكون مش حاجة تفيد الفريق؟ هو في الاصل لا حاجه تفيد الفريق، انك عندك بالظبط. كثير منافسه في المراكز، عندك منافسه بين اللاعبين، تعطيك دائما الاميز، يعطوك اللاعبين في التمارين مجهود اعلى باش يثبتوا انفسهم، باش يوريوك انفسهم شو قادرين، وبعدين المدرب يختار. لذلك علاش قلت لك توقيت المباراه وتوقيت البطوله بالنسبه للموسيماني مهم جدا، لازم يستقر على راي، وهذا هو الفريق الاول للنادي الاهلي اللي باش تنافس به، اللي بتدخل فيه البطولات. نرجع بسرعه على موضوع البطوله وصعوبه البطوله، الجوده ما هيش نفس الجوده اللي كانت يوم توصل الاهلي ثالث في العالم في كاس عالم الانديه. المنافسين صراحه بعد التحيل، اذا كسب الاهلي مباراه التحيل يقابل بايرن ميونخ، ناس ما عندهاش عاطفه، ما عندهاش رحمه في القلب. شفناهم شو يعملوا الالمان مع البرازيل، شو يعمل البايرن مع برشلونه، يعني فريق خطير جدا جدا، لازم كل احترام والتقدير، ولكن مهما يكون في هذه البطوله بالخطوه بالخطوه بالمباراه بالمباراه، اعتقد بالنسبه للاهلي يخرج من التحيل ياخذ ابعاد ثانيه وتتحسن الامور ويدخل في الثقه ويصير اوتسايدر. ممكن الاهلي مضغوط ضد التحقيق لازم يفوز، لكن طيب. ضد البايرن اريح وياخذ راحته ويلعب اوتسايدر، يمكن يفاجئ ويمكن يوري حاجات حلوه جدا. فعلا كنت عايز اسالك على ده، يمكن حضرتك خدت تجربه احترافيه اكتر من رائعه مع فريق فرايبورغ الالماني وعارف طبيعه الكره الالمانيه، شايف ان بايرن ميونخ هو المرشح الاول للفوز بكاس العالم للانديه الموسم ده، ولا ممكن نشوف مفاجات تانية من اي نادي سواء كان الاهلي زي ما بنقول او بالميراس البرازيلي او غيره؟ صراحة لا أعتقد أنه البايرن عنده سباقية كبيرة، يعني كبيرة جدا بالمستوى اللي ظهر به بنوعية اللاعبين اللي موجودين عنده. بالميراس شفناهم ضد سانتوس، ما هوش ذاك الفريق الكبير، ولو أني مباراة خاصة ممكن يتحروا في كأس العالم الأندية، ولكن ما نشوفهمش بقادرين يفوزوا على البايرن، ولذا نحط البايرن في خانة بعيدة عن الكل، لأنه الألمان عندهم عقلية تنافسية ونفس ما قلت لك، يعني في أرضية الملعب عندهم واجبات واضحة وأدوات قوية لأداء هذه الواجبات، لذلك علاش دائما ناجحين الألمان من غير لا تهويل ولا تقليل، وإلا بالعكس واقعية، وكل واحد يؤدي شغله كما يلزم في الملعب، هذا هو تفكيرهم، والنتيجة يرضوا بها، والنتيجة دائما لصالحهم، لأنهم يعطون كل ما عندهم في أرض الملعب ويجهزوا روحهم يعني بطريقة متميزة جدا، والجانب النفسي عندهم قوي جدا جدا، يعني ذهنيا قويين جدا جدا. على كل، هم فريق متميز، هم فريق مرشح، ولكن الأقرب لمنافستهم لمضايقتهم هو النادي الأهلي حسب رأيي. بشكرك جدا طبعا كابتن زبير بي نجم الكرة التونسية وفريق فرايبورغ أهلا وسهلا. الألماني السابق، شكرا جدا ليك طبعا.